نحن الآن في استاد سيئون الأولمبي. انتهت المباراة النهائية التي جمعت وحدة عدن مع شعب حضرموت، فاز فيها شعب حضرموت بضربات الترجيح. معي في هذا اللقاء نجم شعب حضرموت ولاعب المنتخب اليمني عماد منصور. كابتن عماد، مبروك عليكم الفوز، وشعوركم بهذا النجاح وهذا الفوز بالمركز الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة مبروك على حضرموت كامل، كانت مباراة صعبة لكن الحمد لله قدرنا نوصلها للبنتيات، والحمد لله ربك وفقنا. احنا كان الفريق صراحه مضغوط، ست ايام في اربع مباريات كان مضغوط الفريق، وكان جهد كبير عليهم، لكن الحمد لله ربك اكرمنا احنا وفزنا بضربات الترجيح. الفائز سينتقل الى تصفيات اسيا. ان شاء الله بنلعب في التصفيات كاس الاتحاد الاسيوي ان شاء الله. ان شاء الله العدله العده ان شاء الله، ونظهر بصوره طيبه ان شاء الله. شكرا كابتن عماد، شكرا والف مبروك. الله يبارك. اذا مشاهدينا الكرام، جماهير كبيره حضرت في هذا المساء وفي هذه المباراه التي جمعت شعب حضرموت مع وحده عدن وانتهت بضربات الترجيح. هناك اكثر من 40,000 متفرج حضروا في هذه المباراه الكبيره، وهذا النهائي الكبير. هناك جماهير كبيره متعطشه للحياه بعيدا عن الحرب وعن الاوضاع الصعبه التي تعيشها البلاد. حدد مساعد، قناة بلقيس، من استاد سيئون الأولمبي حضرموت.